الفول المدمس بطرق مختلفة. نجيب قليل من الزيت وقليل من البصل وقليل من الثوم وقليل من الفلفل والطماطم، وبندبلهم، بنوضع الفول وبنهرسه جيد. بعد ما نهرسه جيد بنوضع الليمون، عصير الليمون والطحينة وقليل من الكمون والملح. الطريقة الثانية، نوضع الفول مع الحمص، أنا جبت معلق وبنهرسه، وبعد ما نهرسه بنوضع الليمون وبنوضع الثوم والفلفل والطحينة، وهيك أصبح جاهز. وبنوضع الدقة وبنوضع زيت الزيتون والليمون. الطريقة الثالثة، ممكن نوضعه مثل ما هو بدون ما نهرسه. طبعا أنا جبت معلبات فول معلبات وحمص معلب، بنعمله مثل ما هو، بنوضع الدقة والطحينة والثوم والخضار والبقدونس حسب ذوقكم، بنوضع زيت الزيتون والطحينة. وجربوا الفول مع البيض المسلوق، هو قيمة غذائية كتير روعة. إذا عجبكم الفيديو اعملوا لايك. مع السلامة.